السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن أمام تحفة معمارية كبيرة جدا، ألا وهي قصر السلاطين العثمانيين. يتبين من النقش الجميل الذي لا زال يحتفظ برونقه من الدولة العثمانية حتى وقتنا هذا، بأن العثمانيين كانوا مهتمين بالنقوش الجميلة التي تزين منازلهم وكذلك القصر. وطبعا مما يتبين الساعة الجميلة التي موجودة في ذلك المكان، والتي لا تعمل في وقتنا الحاضر، ولكنها كانت تحفة جميلة جدا، وكذلك المنقوش. سوف نأخذكم إن شاء الله في جولة في داخل هذا القصر ونتابع إن شاء الله المسير.